أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الوزارة حريصة على تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية من خلال إطلاق العديد من الخدمات الرقمية التي تتيح التواصل والتفاعل مع المستفيدين بطريقة سهلة وملائمة، لافتا إلى أن توظيف التطورات التكنولوجية وتعزيز التحول الرقمي لمواكبة المتغيرات السريعة وخلق التفاعل بين مختلف المكونات ذات العلاقة من أصحاب عمل وباحثين عن عمل وعمال يعد من الأهداف الرئيسة التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. وقال حميدان إنه تم إطلاق خدمات تفاعلية جديدة تتيح لأصحاب العمل الاطلاع على قوائم الباحثين عن عمل واختيار ما يناسبهم لتلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية الوطنية، كما يتيح لهم تحديث البيانات على بنك الشواغر التابع للوزارة من خلال إدراج وظائف مستجدة أو حذف شواغر لم تعد المنشأة بحاجة إليها، لافتا إلى أن ذلك سيجعل الشواغر الوظيفية المعروضة أكثر دقة مما يسهل من عملية التوظيف، مؤكدا أن جميع هذه الخدمات مرتبطة بشكل مباشر بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل تمكين، مشددا على أن أي بيانات يقدمها المستفيد سواء صاحب عمل أو باحث عن عمل يجب أن تكون متطابقة مع البيانات الموجودة لدى تلك الجهات الحكومية.